كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم والتي تؤكد الرؤى الموحدة والأهداف المشتركة والجهود الثنائية التي تهدف إلى تعميق السلام العالمي وتعزيز الحوار والتسامح والتعايش الإنساني بين دول وشعوب العالم كافة. معربا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالنهج الثابت لجلالة الملك المعظم أيده الله وتطلعات جلالته الشاملة لترسيخ الشراكات الدولية وبناء علاقات وروابط بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والحوار بناء. واكد معالي رئيس مجلس الشورى ان دعوه جلاله الملك المعظم حافظه الله ورعاه الى قداسه باب الفاتيكان لزياره البحرين والاطلاع على الشواهد الحاضره والنماذج الراسخه للتعايش والحوار تعد تتويجا لمسيره زاخره وتاريخ مليء بالعطاء الانساني كما أعرب رئيس مجلس الشورى عن الاعتزاز الكبير بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم وما أكد عليه جلالته رعاه الله من حرص واهتمام مستمر على دعم ومساندة جهود القيادات الدينية وأثنى رئيس مجلس الشورى على المضامين القيمة التي جاءت في كلمة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال استقبال جلالة الملك المعظم لقداسته وما حملته من معاني نبيلة تجسد صورا متعددة للتسامح والتعايش الذي تتفرد به مملكة البحرين كما نوه معالي رئيس مجلس الشورى بمضامين الكلمة التي ألقاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين